السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محرمات اجتنبها في علاقتك مع زوجتك وإياك أن تقع فيها، هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعوا معنا. لكن في البداية إخواني الكرام، أدعو حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. بارك الله فيكم وشكر لكم. إخواني الكرام، قال الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ المذكور في الآية السابقة يقصد به العلاقة الجنسية والمعاشرة والود والألفة الناشئة عن هذه العلاقة بين الزوجين. وتعد العلاقة الحميمية من أرقى العلاقات الإنسانية وأكثرها ألفة، جعلها الله تعالى بين الزوجين تقرب بينهما وتولد المحبة والرحمة والطمأنينة لديهما. لكن هذه العلاقة مشروطة ومقيدة بأحكام شرعية تبين الحلال والحرام فيها لتجعلها دائما ضمن الحدود الشرعية والفطرة الإنسانية الصحيحة. فكانت هناك بعض الممارسات محرمة بين الرجل والمرأة أثناء العلاقة الحميمية، بينها الشرع للإحاطة بها وتجنب ممارستها لما يترتب على ذلك من أضرار جسدية ومشاكل صحية جسيمة. المحرمات بين الرجل والمرأة أثناء العلاقة الحميمية: أولا، الزنا، وهو ممارسة العلاقة الحميمية بين رجل وامرأة لا تجمعهما علاقة شرعية، وما يترتب عن ذلك من مشاكل صحية وأمراض جنسية واختلاط النسب وضياعه. والأدلة على حرمة الزنا كثيرة، ومنها قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثانيا، جماع الدبر، ويكون بإتيان الرجل زوجته في دبرها، وهو محرم بالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة وبإجماع الأئمة، وذلك لمنافاته العلاقة الحميمية الصحيحة والفطرة السوية، ولكون فتحة الشرج مكان نزول النجاسة والقذارة وليس مخصصا للعملية الجنسية. ومن الأدلة على حرمانية جماع الدبر قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إتيان الرجل زوجته من فرجها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. ثالثا، إتيان الحائض أو النفساء، ويعني ممارسة العلاقة الجنسية وإتيان الرجل زوجته في فرجها في أيام الدورة الشهرية أو في أيام النفاس لديها، وهو محرم بدليل الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وإجماع الأئمة، ومنها قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في ضبورها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والحكمة من حرمانية الجماع الدموي هو الأضرار والأمراض والالتهابات التناسلية التي يمكن أن تنشأ من جراء ذلك، والتي لا تقتصر في ضررها على المرأة فقط بل تمتد لتطال بضررها الرجل أيضا. أما إذا اقتصر الأمر على المداعبة والممارسات الأخرى دون علاج فلا حرج في ذلك. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يراجعها. رابعا، نشر الأسرار المتعلقة بما بين الزوجين فيما يتعلق بأمور المعاشرة الزوجية، فيحرم على كل من الزوجين أن ينشر الأسرار المتعلقة بما يجري بينهما من أمور المعاشرة الزوجية، بل هو من شر الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر ما فعلت مع زوجها، فأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا، فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانا في طريق فغشيها والناس ينظرون. رواه أبو داود وصححه الألباني. خامسا، جماع العبادات، ويعني القيام بالعملية الجنسية بين الرجل والمرأة في أوقات العبادة التي يحرم فيها الجماع، وهي وقت الصيام وأداء فريضة الحج والإحرام، وهو محرم بالآيات القرآنية وإجماع الأئمة، ومنها قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يحرم على المرأة أن تمتنع عن زوجها دون موجب لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنة الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم.
يحرم ابتلاع أحد الزوجين المني النازل من الطرف الآخر وذلك بسبب نجاسته. تحرم مشاهدة الأفلام الجنسية بغرض زيادة الشهوة للزوجين بسبب احتواء هذه الأفلام على مناظر تعري ومشاهد محرمة. تحرم الممارسات الجنسية التي تسبب أي ضرر أو مرض لأحد الطرفين. وقوام البيت الإسلامي وسر قوته يكمن في التزام كل من الزوج والزوجة بالتعاليم الدينية الصحيحة والأحكام الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع العلاقة الجنسية لأهميتها في الحياة الزوجية. فعندما تكون صحيحة وسليمة بعيدا عن المحرمات تصبح الحياة الزوجية والبيت الزوجي قائما على أسس راسخة قوية مهما ضربت به رياح الزمن. وجدير بالذكر كذلك أن الأئمة اتفقوا على جواز استمتاع كل من الزوجين بالآخر بكل أنواع الاستمتاع، واستثنوا ما ورد النص بتحريمه من الوطء في الدبر والوطء في الحيضة والنفاس وعند التلبس بعبادة الصوم، واستدلوا بقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، وقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وما ورد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع. إذا أتمتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد، ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم، فالدال على الخير كفاعله. انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، عظيمها وصغيرها يا رب العالمين. انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله، فالدال على الخير كفاعله.